الفكرة الأساسية موجودة أن مصر مصرية ذات أصول مصرية فرعونية، وأنها ليست جزء من العالم العربي أو الإسلامي، وأن الأقباط هم الذين يمثلون الهوية الأصلية، وأنه المجتمع المصري خرج عن هويته الأصلية ويجب إعادته لهويته الأصلية، لكن دون فكرة إقامة دولة أو دون فكرة استخدام السلاح. طب ماشي، نفس الفكره اللي موجوده دلوقتي، اللي هو ان انا باخد حقي عن طريق ان انا موالي للحزب الحاكم، او ان انا موالي للاسره المالكه لا، الفكره لم تكن في السبعينات. ما كانتش موجوده تماما، لا ولا تطرقت ان في لا حتى ولا مساعدات خارجيه الامر لتدعيم امر الدوله او ضغط على لا الحكومه من الناحيه ديت او كده. لا لا، السبعينات، انا يعني انا بحاول اربط الحقائق، انه في السبعينات لم يكن هناك يعني كان هناك بدايه فكره نشر القضيه القبطيه دوليا في وقت جيمي كارتر، ده البدايه، وجمعيه اقباط المهجر هي اللي بدات فكره الدعم الدولي. الكنيسه لم يكن لها علاقات دوليه قويه حتى من مؤسسات المسيحية الدولية في فترة السبعينات، لكن الكنيسة في فترة السبعينات اجتمع المجمع المقدس في يناير 1977 وأصدر بيان شهير جدا. هذا البيان يدل طبعا من التاريخية، لأنه لأول مرة الكنيسة تصدر بيانا بمطالب الطائفة. مطالب المسيحيين عندما كان المسيحيين يقدمون مطالب، كان يحدث من خلال أقباط عاديين، زعماء سياسيين، قيادات قبطية، ما يسمونهم الأراخنة أو كبار القبط أو كبار أعيان القبط أو ما شابه، لكن ليس الكنيسة. هذا تغير. هنا بقى التحمت الظاهرة، ظاهرة إنه الجماعة القبطية تعيد بناء نفسها بمعدل عن المجتمع، مع رغبات الكنيسة، مع قيادات، مواقف من قيادات الكنيسة، مع جيل الرهبان الجدد، التحمت. يعني لم تكن رغبات الكنيسة ضد رغبات الأقباط أو العكس، التحمت فتكونت الظاهرة المتكاملة إنه الكنيسة تتبنى مطالب الطائفة. هنا أعلنت الكنيسة أنها تقوم بدور سياسي بدون تصريح من أحد. في مرحلة كانت علاقاتها بالدولة جيدة ثم تحولت إلى علاقات سيئة. لكن لم يكن هناك تفاهمات مع الدولة، ولم يكن هناك تفاهمات لتأييد سياسي أو ما شابه. كانت القضية علاقات مع الدولة وعلى طريقة الرئيس أنور السادات. هذا الأمر أدى في النهاية إلى نفي البابا قداسة البابا شنودة إلى الدير. أعادت الكنيسة حساباتها مرة أخرى في كيفية تصرفها مع الدولة. ثم بدأنا من منتصف الثمانينات نشهد حالة أخرى. أولاً، الكنيسة استوعبت كل الحركات المسيحية التي خرجت عنها وعن أسوارها وعليها. واستطاعت أن تجعل كل النشاط وكل الحركات وكل التجمعات المسيحية من داخل أسوار الكنيسة. حدث هذا في كل الطوائف. وبالتالي أصبحت الكنيسة هي الأقوى، لأنها تمثل كل الأنشطة وكل الحركات وكل التيارات من داخلها. الأمر الثاني، إنه الكنيسة بدأت سياسة أخرى مع الدولة لا تقوم على المواجهة المباشرة أو كسر العظام. بالظبط، العصا والجزر. فبدأت سياسة مختلفة من عام 85 بعد خروج قداسة البابا شنودة من الدير. الأمر الآخر، إنه الكنيسة بدأت تقيم علاقاتها الدولية بتوسع شديد جدا بعد عام 85، لأنها أدركت أنه في أزمتها مع رئيس أنور السادات لم يكن هناك بعدا دوليا يحميها، ولا المؤسسات المسيحية الدولية أو المؤسسات المسيحية الغربية. وبالتالي أعادت بناء شبكة علاقات حتى مع المؤسسات المسيحية الغربية التي كانت تعتبرها خارجة عن المسيحية، باعتبار أن الكنيسة الأرثوذكسية دائما تتشدد مع الطوائف الأخرى وتعتبرها ليست مسيحية. وكان في فترة دي خلاص استقر فكرة الفتنة الطائفية أو فكرة الاضطهاد الديني دي خلاص استقرت، استقرت هذه بدأ طرحها بقى عالميا. استقرت هذه القضية، بدأنا نسمع لأول مرة عن كلمة أقباط الشتات، كانت تكتب في الخارج. بدأنا نسمع عن العمل القبطي الدولي، وكأن الأقباط تم تهجيرهم من مصر بالفعل، رغم أن أغلبيتهم ما زالت في مصر ويتجمعون في الدول الخارجية لحماية البقية منهم. هذا أمر غير حقيقي، لأن الأغلبية ما زالت أغلبية المسيحيين يعني. وبالتالي دخلنا في مرحلة أخرى. في هذه المرحلة منذ عام 85 هناك توافق كامل ما بين الكنيسة وشعبها. ثم هناك أيضا توافق مع جمعية أقباط المهجر. جمعية أقباط المهجر تتحفظ على الكنيسة عندما تهدن الدولة. لكن لا يوجد اختلاف في المشاريع، وهذه مسألة مهمة. الاختلاف ليس في المشاريع، الاختلاف هو وسيلة التعامل مع الدولة. أقباط المنجر مع التصعيد دائما في وجه الدولة.
طبعا بحكم انهم يتعاملوا في الاطار الغربي يعني. اطار مفتوح. الكنيسه تعرف انها لا تستطيع ان تصعد دائما مع الدرب. فمين مسيطر على اقباط المهجر بتحركاتهم او هتافاتهم او هل بالظبط يعني هل الكنيسه ليها دور فعلا؟ هل الخلفيه او المنطلق اللي هم بينطلقوا منه بالنسبه لمشروعاتهم هل هو الاصل اقباط المهجر ولا الكنيسه؟ يعني مين تحت عباءه مين؟ يعني خلينا نتكلم عن في فرق ما بين التصرفات وما بين الفكرة. لا بتكلم على الفكر، التصرفات ممكن يكون في خلاف. طيب بالنسبة للفكرة، الفكرة نمت في السبعينات، فكرة الجماعة المضطهدة التي تعيد هويتها ومكانتها في مصر وتعيد مصر لمصرياتها. هذه الفكرة نمت داخل الأقباط وداخل الكنيسة وداخل أقباط المعركة. وأصبحت فكرة متفق عليها. تمام. وبالتالي ليست هي محل الخلاف. هنا يجب النظر إلى أنه الكنيسة لها دور. ودور مهم جدا لان الكنيسه نشرت هذه الفكره بداخلها. الكنيسه مؤسسه التعليم، الاصل في الكنيسه انها مؤسسه التعليم الديني. الكنيسه تربي اجيال، يعني لا يمكن ان نعزلها عما يتربى عليه المسيحيين والا يبقى لا تقوم بدور. وبالتالي لان قيادات الكنيسه او نقول قيادات الجدد للكنيسه حملت هذه الفكره. يعني نستطيع القول بانه جماعة الأمة القبطية التي تم حلها عام 54 ظهرت مرة أخرى في تيار داخل الرهبان، وظهرت أيضا في جمعيات أقباط المعركة. ثم حدث هذا التزاوج في الرؤية في فكرة إعادة اللغة القبطية والميراث القبطي وإعادة الجذور الفرعونية. وبالتالي لم نكن بصدد تيارات صارع ما بين جمعيات أقباط المهجر والكنيسة، لم يحدث هذا. هناك اختلاف في التصرفات او اختلاف في الخطاب، اختلاف التصرفات في لغه الخطاب، في السيطره من الكنيسه المصريه على اقباط المهجر، يعني في توجههم او طريقه فكرهم. طبعا سيطره الكنيسه على اقباط الداخل اكبر بكثير من سيطرتها. يعني انا كان بس لفت نظري النقطه دي، هي معلش هي هتبقى نقطه كده تاريخيه كبيره لحد الايام اللي احنا فيها دي، بس معلش دي اللي كانت لفت نظري للسؤال دوت. هو موضوع حرق المصحف في الفتره ديت، يعني ان اما اعلن جون تيري القصه وفعلا كده ان هو هيحرق المصحف وتراجع، البابا شنودة هنا في مصر قال ان دوت يعني فعل احمق، ان يعني يحرق المصحف، يعني ايه ادان الفعل دوت. ولما جون تيري تراجع عن الفعل ده قامت اقباط المهجر بمظاهره تطلب بحرق المصحف. فانا استغربت فرق الفعلين، هل يعني هل ده مقصود؟ عشان كده سالت السؤال ده ليه، هل هم فعلا هل ده مقصود؟ يعني هل ده التخطيط ان انا من جوه هنا عشان ما اثيرش المشاكل، خاصه كمان في موضوع في وقت زي موضوع كمان شحاته كانت الدنيا مثاره فيه جدا، فانا رحت ادانت الفعل ده. في نفس الوقت عن طريق تاني انا حفزت الناس بره ان هي تتظاهر عشان تطلب بحرق المصحف، ولا ده لا، ولا هنا اعتبار قوات المهجر احرجت الكنيسه مثلا بالفعل ده دوت بدون تدخل الكنيسه في الموضوع. خلينا نقول ان قوات المهجر بيحرجوا الكنيسه في حين كثير، وفي حين كثيره هجم قداس الباب شنوده هجوما حادا وبعضه لا يليق. فهنا في اختلاف في استراتيجيه العمل، لكن الكنيسه لم تحاول في اي لحظه الدخول في معركه حقيقيه مع جمعيه قوات المهجر. نحن لا نتكلم عن اقباط المهجر، اقباط المهجر اقباط يعني اشخاص مثلنا مثلهم، لكن نتكلم عن الجمعيات الفعاله السياسيه، وهي بعض الجمعيات ليس كلها. الكنيسه لم تدخل في معركه تكسير عظام مع جمعيات اقباط المهجر، لكن دخلت في معركه تكسير عظام مع المنشقين عليها او المختلفين معها لاهوتيا من داخلها. وبالتالي هي لم تقرر ولم ترغب في الدخول في معركه مع جمعيات اقباط المهجر التي تحمل هذا الخطاب السياسي المتشدد الطائفي. الأمر الآخر لا يوجد اختلاف في الفكر. الأمر الثاني أن الكنيسة لديها استراتيجية، وكانت تفضل أن يكون كل جماعات أقباط المهجر متناغمين مع استراتيجيات، وحتى متناغمين مع توزيع الأدوار التي تريد، لكنهم لم يكونوا دائما كذلك. بعضهم يفعل ما يريد من رأسه، لأن المكانة والهيمنة الروحية للكنيسة توجد في مكان مصر، لكن في المجتمعات الغربية المناخ العام يساعد على مساحات من الحركه داخل خارج اطار الكنيسه وخارج اطار الدين. يعني المناخ نفسه يجعل قوه الكنيسه في الخارج اضعف. طبعا هناك امثله ونماذج اذا اردت. يعني مثلا الذي تغضب عليه الكنيسه في مصر لا يستطيع ان يتزوج. من تغضب عليه الكنيسه في الخارج يتزوج يتناشد. الذي تغضب عليه الكنيسة في مصر إذا توفاه الله لن يجد من يصلي عليه. الذي تغضب عليه الكنيسة في الخارج سيجد من يصلي عليه كيفما شئت.
وبالتالي سلطة الكنيسة توجد داخل المنظومة المحافظة المتدينة، يعني داخل المجتمع المصري بتقاليده وأعرافه، وبالتالي سلطتها في الخارج أضعف. لكن الملاحظ هنا بقى إنه ما كنا نسمعه في سبعينات القرن العشرين ثم ثمانينات القرن العشرين من جمعيات أحباط النهضة وتدين الكنيسة نسمعه الآن من قيادات الكنيسة. ما كنا نسمعه من قيادات في جمعيات أقباط المهجر في السبعينات والثمانينات لم نكن نسمعه من المسيح العادي في مصر، الآن نسمعه. يعني إذا هناك نحن بصدد مشروع سياسي طائفي تم تربيته وتنشئته ونشره من فاعلين كثر أقباط، يعني الشخصيات عادية، من قيادات كنسية، من جمعيات أقباط مهجر. تم نشر هذه الفكرة من السبعينات حتى الآن، ونحن في 2010 يمكننا أن نسمع هذا الكلام علنا من أي طرف، أن مصر مصرية ذات جذور فرعونية، أن هويتها ليست عربية وليست إسلامية، وأن تحدثها باللغة العربية لا يعني أنها أصبحت هويتها عربية، وأنه يجب إعادة مصر لهويتها المصرية، وأنه الوئام، ودي نقطة مهمة جدا. ما هو المشروع الذي تريده للجماعة المسيحية؟ يعني ما هو قابل للتطبيق من وجهة نظره؟ هو إعادة المجتمع المصري كله بما فيه مسلمين ومسيحيين إلى الهوية المصرية داخل إطار دولة علمانية ذات علاقات قوية جدا مع الغرب، كل له دينه وشأنه خاص، ولكن تظل مصر مصرية ذات جذور فرعونية متميزة عن كل المحيط العربي والإسلامي، غير مشدودة للهوية العربية والإسلامية. في هذه الحالة تكون الجماعة المسيحية بتمثل الجزء النقي والعرق النقي من الهوية المصرية، فيكون لها مكانة خاصة وموضع خاص يحميها اليوم مستقبلا ولا يعرضها لما تتصوره من اضطهاد، وبالتالي تصبح جماعة داخل المجتمع المصري رغم أنها قليلة العدد لكن ذات مكانة وموضع خاص ولها موضع تاريخي وحضاري باعتبارها تعبير عن الهوية المصرية النقية. هذا هو السيناريو، ليس فيه، في تقديري ليس فيه سلاح، لأنه السلاح غباء، لا يمكن الأقلية إن كان عددها تستخدم سلاح ضد من يفوق عددا أضعاف أضعاف المرات، وأنا مطالبك يعني أحيانا الآن بشنودك في كثير من الأحيان بالاستشهاد، وأما مرقص عليه وقص مرقص بالاستشهاد الحاجات دي. طبعا عايزين نشرح الموضوع ده بالظبط. يعني الاستشهاد مفهوم مسيحي طبعا، وهو ايضا مفهوم اسلامي ومفهوم ديني، انه في الدفاع عن العقيدة والزود عنها يجب ان على المؤمن ان يقدم نفسه فداء لعقيدته. الاستشهاد لدى في التاريخ القبطي هو انه في عصر الاضطهاد المسيحيين في مصر اضطهدوا مرتين، مرة عندما كانت دولة رومانية وثنية، ومرة عندما اصبحت مسيحية على خلاف مذهبها، وبينهم فترة قليلة جدا كانت دولة مسيحية على مذهبهم، هي فترة قليلة جدا، يعني حدث اتحاد ما بين مذهب الدولة ومذهب الأباط في مصر. في عصور الاضطهاد عقيدة المسيحيين أن يتمسكوا بعقيدتهم ويواجهوا السجن والتعذيب والاعتقال والحرق، زمان كان المنتشر أكثر هو الحرق والجلد، دون أن يتنازلوا عن عقيدتهم مهما حدث. هذه هي عقيدة الاستشهاد، هي أقرب إلى فكرة النضال السلمي، لا تعني حمل السلاح، بدون مواجهة فعلا بحمل سلاح أو كلام من خلص. بدون سلاح، لكن يعني مثلا إذا قلت المسيحيين إذا تعرضت العقيدة المسيحية للإهانة في مصر ماذا تفعل؟ قال لك نخرج في الشوارع حتى الاستشهاد، موتونا بقى. يعني المقصود هنا إن المسيحي عنده استعداد للموت ولن يصمت عن أي ما يمس عقيدته، لكن لا تعني كلمة الاستشهاد عندما يقول قيادات الكنيسة الآن حمل السلاح، لسبب أن حمل السلاح غير وقائي. يعني أنا لا أقول هنا هل هو اختيار مرفوض أم اختيار مقبول، هو غير وقائي أساسا، وبالتالي من فكر فيه لم يفكر فيه إلا بضع شهور أو سنوات قليلة، وغابت الفكرة تماما لأنها لا يمكن